السابعة والنصف، أهلا بكم في نشرة الأخبار من رؤية. أهلا بكم وإلى أبرز العناوين. استشهاد طفل فلسطيني في بيت لحم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. استمرار المواجهات في القدس المحتلة، وعباس يدعو إلى حماية دولية للشعب الفلسطيني. العثور على أحد الحاجين الأردنيين المفقودين في حادثة منى، متوفى ومدفونا في مكة المكرمة. إحالة المعتدين على العمل المصري في العقبة إلى القضاء بعد إلقاء القبض عليهم. ورئيس الوزراء يدعو شركة الكهرباء الأردنية إلى زيادة استعداداتها للتحول إلى الطاقة المتجددة والتسهيل على المواطنين. وإلى التفاصيل، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه اليوم رئيسة المجلس الاتحادي الروسي فالنتينا ميدفينو، أكد اعتزازه بالعلاقات المتينة بين الأردن وروسيا على مختلف الأصعدة. وقد تناول اللقاء آليات النهوض بالعلاقات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري بين عمان وموسكو، فضلا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية في البلدين. كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية اجتماع اللجنة الأردنية الروسية العليا المشتركة خلال الشهر الحالي لمناقشة عدد من المشاريع الهامة، خصوصا في مجالي الطاقة والنقل. وحول ملف الإرهاب، أكد جلالة الملك ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتصدي لهذا الخطر والذي يهدد السلم والاستقرار العالميين. استشهد الطفل الفلسطيني عبد الرحمن عبيد الله البالغ من العمر 13 عاما من مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم، متأثرا بإصابته برصاصة قناص من قوات الاحتلال خلال المواجهات الدائرة هناك. وكان الشهيد الطفل عبد الرحمن أصيب برصاصة قناص إسرائيلي بشكل مباشر في القلب، ارتقى على إثرها شهيدا بعد محاولة الكوادر الطبية إنقاذه. وبذلك تكون الأراضي الفلسطينية المحتلة سجلت شهيدها الرابع منذ عملية نابلس التي نفذتها المقاومة ليلة الخميس الماضي. وفي سياق متصل، شيع الفلسطينيون ظهر اليوم في مدينة طول كرم الشهيد الشاب حذيفة سليمان البالغ من العمر 18 عاما، وهو من سكان قرية بلعة، حيث كان استشهد في طول كرم ليلة أمس متأثرا بجراح أصيب بها خلال المواجهات التي دارت بين قوات الاحتلال ومستوطنيه من جهة والشبان الفلسطينيين من جهة ثانية شرق المدينة. وما زالت المواجهات متصاعدة وبوتيرة عالية في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع مواجهات مماثلة في مدينة القدس المحتلة، وسط دعوات بأن تكون هذه الهبة الشعبية شاملة ومنظمة وصولا إلى انتفاضة ثالثة. نبال فرسخ والتفاصيل. هالمسيرة عشان السودة، عشان الاشي زاد عن حده، وانا بحكي زاد الحد وطبح الكيل، يا انتفاضة شيل شيل. منذ الإعلان عن نبأ عملية نابلس وما تلاها من عملية طعن المستوطنين في القدس المحتلة، لم تهدأ الأراضي الفلسطينية، حيث تصاعدت المواجهة في الضفة الغربية والقدس، مدى إلى إصابة حوالي 400 فلسطيني خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى استشهاد الشاب حذيفة عثمان علي جراء إصابته الليلة خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة طول كرم. احنا هون عشان طبعا اكيد الشهداء اللي ضحوا بحياتهم عشان القدس واللي بيصير في القدس والاعتداء على مقدساتنا، طبعا كل يوم شهيد، فهذا الاشي اكيد صحة فينا الضمير، وحاولنا نقاوم باي اشي لو بحجار وهم معاهم سلاح. واحنا من هون بنعلنها ان شاء الله انتفاضة ثالثة. احنا نازلين عشان الشهداء ينزلوا بالقوت وعشان بضلهم يدنسوا في المسجد الاقصى. احنا بدنا المسجد الاقصى نشيلهم، إلنا المسجد الاقصى. اما عن منزل الشهيد مهند الحلبي المهدد بالهدم، فان قوات الاحتلال تصر على التلاعب بمشاعر العائلة، حيث اقتحمت للمرة الثانية المنزل الكائن في قرية سردة قضاء رام الله واعتدت عليهم بالضرب المبرح. كسروا الباب ودخلوا مرة واحدة واحنا غافيين ونايمين،
واجوا يبهدلوا في الرجال ونزلنا احنا اللي هم هجموا علينا واخر اشي حشرونا في الغرفة ثلاثة متر في مترين. كنا قاعدين نسمع الدقدق في الحيطان. أخذوا قعدوا كانوا ياخذوا القياسات بس منعرفش إذا كانوا ناويين على الهد ولا لسه. وفي الوقت الذي تواصلت فيه اعتداءات المستوطنين بإسناد من جنود الاحتلال، فإن عشرات نقاط المواجهة مع الاحتلال شهدتها المدن الفلسطينية في مشهد غاب منذ سنوات. ورغم خطورة الوضع بسبب شدة الظلام حيث تسمع فقط أصوات إطلاق جنود الاحتلال للرصاص الحي، إلا أن المتظاهرين لم يبرحوا مكانهم مصرين على الانتقام للمسجد الأقصى وإفشال اعتداءات المستوطنين. المستوطنين بشكل عام بدهم احنا يطلعونا من بلادنا، مقهورين منا انه احنا بنقاومهم. طبعا راح نقاومهم لانه هي بلدنا، هم بيجوا على بلادنا وبيدنسوا اراضينا وبيدنسوا القدس وبيدخلوا على الاقصى، واحنا ما بنسمح بهذا الشيء، واحنا بدنا انتفاضه ثالثه تصير. الشهداء اللي بضلهم يسقطوا واحنا الشعب ساكت، فلازم احنا الشعب نتحرك لانه الفصائل عندنا كلها نايمه، فلازم الشعب كله يتحرك علشان الفصائل بلك استحت على دمها شوي. كيف بدنا نتحرر؟ 70 سنه صرنا، 70 سنه انا هلا متمني اموت واطلع عند ربنا لاني زهقت من الدنيا، زهقت بكف الشهداء بكف العمايل اللي بتصير في القدس في الاقصى. هم من لبوا نداء القدس وأقصاه في الوقت الذي نامت فيه ضمائر العالم العربي والإسلامي، آثروا المواجهة ولو بصدورهم العارية، فذاك أفضل بالنسبة لهم من ألا يحركوا ساكنا، ساروا في ذات الطريق التي عبدها مهند أملا في فلسطين حرة وآمنة. من أمام حاجز بيت إيل المقام على أراضي البيرة المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا. وسط حصار عسكري محكم على البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد بحراسات معززة ومشددة، ونفذت جولات استفزازية في مرافقه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المسجد في الصباح الباكر للتأكد من خلوه من المصلين، واعتقلت شابا وسيدة وطفلا يبلغ من العمر 15 عاما، بعد أن امتدت اقتحاماتها للبلدة القديمة في المدينة المقدسة التصعيد في القدس المحتلة. المزيد من التفاصيل مع زين الصندوقة. تخبط إسرائيلي فعقاب جماعي فبلبلة أمنية وسياسية وحياتية نتيجة اتساع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس وأهلها. فبلطجة الأذرع الاحتلالية لم تقتصر على اقتحامات الأقصى المتواصلة والمتصاعدة، بل امتدت لتشمل البلدة القديمة كلها، حيث أخلت سلطات الاحتلال بأوامر ضباط نزلوا إلى الميدان المعتكفين من الأقصى، ومنعت المصلين من الدخول بمتاريس حديدية نصبوها على الأبواب الخارجية للبلدة القديمة، ناهيك عن نشر 5000 جندي داخل البلدة على حواجز شلة الحركة في أحيائها، الأمر الذي أزم احتكاكا مباشرا بين الممنوعين والقوات الخاصة. كل ما نيجي نعدي الباب نلاقيه مسكر، وقولنا فيش صلاة اليوم، انتم من وين؟ قول لهم احنا من يافا، لا لكم فيش صلاة. بنت صارت تروح على الحمام، قالت لهم بدي اروح على الحمام وبدي ارجع من الطريق اللي جيتها، حجزوها جوا وضربوها وماخذينها على الاشلة هلا. احنا من اضعك، اجينا بالباص وصلنا مفرق البلد، كأن ارهابيين محملين، نزلونا من الباص، حدا يجي على الاقصى الشيء اللي بدهم يفارغوا بيا فارغ، واجينا لهون ما خلوناش نفوت، وقفنا على باب حطة، صاروا يضربوا علينا أنابل، وصاروا يرفشونا بجرين البسطية. أخشى غدا أن تصبح أيضا الأحياء ممنوع الدخول وأن تصبح كل القدس ممنوع على أهلها. هذه السياسات جعلت من أهل المدينة ومن غيرهم هناك بين قوسين طفح الكيل، فعليك يا نتنياهو ويا حكومة نتنياهو أن تتلقوا ضربات. الهدف هو في النهاية هو تفريغ المدينة، تجفيفها، طرد الناس عنها. هو يريد أن يقدم هذه المدينة وكل ما في المدينة من بشر ومن حجر، يريد أن يقدمها على أنها مدينة يهودية. أزمة اليمين الإسرائيلي وضغوطاته على نتنياهو الذي يحاول جاهدا تطمينهم وتهدئة صراعهم عقب عملية قتل المستوطنين أفقدته السيطرة، فأخذ يصرح بقرارات تدفع بمزيد من البطش الأعمى على القدس والمقدسيين، فقد أصدر أوامره بتسريع وتيرة هدم المنازل. نتنياهو جنونه، مضغوط من ناحية حكومته، القرارات اللي قاعد بأخذها هي قرارات تضر أولا في مصلحة إسرائيل ثم تؤجج الأوضاع، وهو يضع
زايت على النار وبيحاول انه يحافظ على حكومته لانه في تهديد لحكومته. هذه المحاولات احنا لن نسمح انه تكون على حساب المواطنين العرب، ونريد فرض فعلا الإدارة الأردنية على المسجد الأقصى. في أوراق قوية بإيد الملك إنه بيقدر يستعملها من أجل المسجد الأقصى، فنناشده إنه يأخذ دوره ويكون في الواجب وهو على كده. ما يشحن المقدسي حاليا هو الاستخفاف بمقاومته مقاومة طفح الكيل وعدم الأخذ بيده للنهوض من انتفاضة عفوية لانتفاضة ناضجة عبر إرادة قرار سياسي وتوحيد صف القيادة الفلسطينية لإشعال فتيل لا تنطفئ ناره، خاصة وأن القيادة لم يتبقى لها ما تخسره أمام تسلية نتنياهو وحكومته بدماء هذا الشعب المسكين. من أمام باب حطة في البلدة القديمة في القدس، زينة صندوقة، رؤية. وفي ظل الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بان كي مون مع عباس لبحث التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، خاصة اقتحامات واستفزازات المستوطنين التي تتم بحماية الجيش الإسرائيلي سواء أكانت في المسجد الأقصى أو عبر قطع الطرقات واقتحام القرى. بدوره الأمين العام للأمم المتحدة أكد أنه سيجري اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنقل الرسالة من أجل وقف التصعيد الذي يقوم به المستوطنون. محليا، أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داود اليوم نبأ وفاة ودفن الحاج الأردني سامي البطاينة في مكة المكرمة بعد قيام السلطات السعودية المختصة بإبلاغ أبنائه. وأضاف داود أن أبناء الحاج البطاينة المتواجدين في مكة المكرمة تسلموا المقتنيات الشخصية لوالدهم الذي كان فقد في حادثة التدافع التي وقعت في مشعر منى أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفي ذات السياق أوضح داود عدم العثور حتى الآن على المفقود الثاني الحاج طارق المصلوحي الذي فقد أيضا في حادثة التدافع، حيث ما زالت عمليات البحث والتحري جارية من قبل السفارة الأردنية في الرياض وقنصليتها في جدة. ألقت قوات الأمن القبض على جميع الأشخاص الذين اعتدوا على العامل المصري في العقبة، وتم إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول. إلى ذلك نفذ عدد من المصريين وقفة أمام السفارة المصرية في عمان احتجاجا على قيام مجموعة من الأشخاص بضرب عامل مطعم من الجنسية المصرية في محافظة العقبة. وأشار المشاركون في هذه الوقفة إلى أن ما حدث لهذا العامل هو أمر مرفوض وغير إنساني، مشددين على ضرورة عدم التهاون في التعامل مع هذا الأمر، ومشيدين في الوقت ذاته بالقضاء الأردني وبعدالته في التعامل مع هذه القضية. احنا جايين تأييد، رسالة تأييد للسفارة المصرية والخارجية المصرية والشعب الأردني بما فيهم الحكومة الأردنية وجلالة الملك وكل من أيدها وساهمها، فده مش اعتصام، ده تأييد وده مساندة للسفارة المصرية، إنها رسالة إنها توصلها لكل العالم إن كرامة الشعب المصري والعامل المصري لا تهان زي بهذه الصورة. التقت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم فعاليات شعبية من محافظة العاصمة للاستماع إلى آرائهم حول مشروع قانون الانتخاب، وشارك في اللقاء عدد من رؤساء الأحزاب السياسية بالإضافة إلى طيف واسع من أبناء العاصمة عمان لمناقشة أبرز ملامح مشروع القانون. وفيما اعتبر بعض المتحدثين أن مشروع القانون يعد حافزا للأحزاب لتثبت قدراتها ودورها في الانتخابات المقبلة، رأى آخرون أن القانون ما زال غير قادر على تمكين الأحزاب من الوصول إلى قبة البرلمان وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية. هو قانون جيد من الناحية الإجمالية، بس يعني في هنالك بعض الثغرات، نشن نقول عيوب بنقول بعض الثغرات، وهي الثغرات يفترض انها تقوم باصلاحها اللجنه القانونيه بمجلس النواب. وهو قانون يعودنا الى النقطه اللي هي 89، والجميع بيعرف ايش كان بمعطياته في قانون 89، بس برايي اجمالا انه هو قانون جيد.
ونبقى في مشروع قانون الانتخاب، حيث أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن نحو 84% من الأردنيين أبدوا ارتياحا إزاء مشروع القانون، الأمر الذي اعتبره دلالة على صواب توجهات الحكومة الإصلاحية التي تستند إلى رؤى جلالة الملك. وأضاف المومني خلال جلسة حوارية نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة الزرقاء أن قانوني الانتخاب واللامركزية متناغمان ويعملان بشكل متكامل، كما أنهما يساعدان أعضاء مجلس النواب على القيام بأدوارهم الخدماتية على أتم وجه دون أي تعارض مع أدوارهم التشريعية. ضرورة الحوار مع الشباب وأخذ رأي للشباب وتوصيات الشباب حول القوانين الإصلاحية الناظمة للمرحلة القادمة، وإحنا طبعا بنعول كثير على الشباب أنهم يكون لهم دور محوري في تقديم مقترحات هادفة ومقترحات إيجابية بعد دراسة القوانين وأيضا مسودة مشروع قانون الانتخاب اللي تقدمت فيه، لأنه القانون سيفرز مجلس النواب القادم. تهدد مشكلة الضخ الجائر للمياه الأمن المائي الأردني بشكل لافت وسط تكثيف الجهات الرسمية الرقابية لخططها وحملاتها الهادفة إلى وقف الاعتداءات على المياه الجوفية في بلد يعتبر ثالث أفقر دولة في العالم من حيث المصادر المائية. جورج برهم يسلط في التقرير التالي الضوء على أزمة المياه في الأردن. حقائق مفزعة تكشفها الأرقام. 500 مليون متر مكعب كمية الضخ الجائر للمياه سنويا. حصة الفرد في الأردن من المياه حوالي 130 مترا مكعب سنويا مقابل 500 متر مكعب متوسط حصة الفرد عالميا. 192 مليون متر مكعب سنويا عجز مائي موزع على عدة أحواض جوفية عاملة. اللجوء السوري فاقم أزمة المياه، إضافة إلى أن الأردن يعد ثالث أفقر دولة في المياه على مستوى العالم. وبناء على هذا فإن المستقبل القريب ينذر بكارثة على مستوى العالم، وإن نقص المياه قد يسبب الحروب بين الدول. مشكلة الضخ الجائر للمياه قضية تهدد أمننا المائي بشكل كبير، ومحاولات لاجتثاث هذه المشكلة في الأردن. وزير المياه والري دكتور حازم الناصر في تصريحات سابقة حذر من استمرار تدهور الأوضاع الآبار الجوفية بما يهدد سلامتها ويفوق تجددها بنحو 200%. ضخ الأحواض الجوفية المتجددة يبلغ نحو 500 مليون متر مكعب لكل عام، بينما يبلغ الحد الآمن 275 مليونا، حيث كشفت الدراسات المائية الحديثة حول الأحواض الجوفية خطورة وضعها وتراجع مستوى سطح مياهها ما يلوح بنضوبها، إذ وصل الهبوط السنوي إلى 5 أمتار سنويا. دراسات أخرى كشفت إن الاستخراج وصل إلى 3 أضعاف الكميات المقيدة والمسجلة لدى الوزارة بطرق قانونية وغير قانونية. وطلب خبراء في قطاع المياه باتخاذ إجراءات لحماية ما تبقى من أحواض جوفية عاملة كونها المصدر الرئيسي لأغراض الشرب بنسبة تزيد على 70% سنوياً. أما عن أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة المياه منذ بدء حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في حزيران عام 2013، فقد تم ردم 680 بئرا مخالفا وضبط أكثر من 18,000 حالة اعتداء على خطوط رئيسية وناقلة في مختلف مناطق المملكة، وإحالة أكثر من 1,000 قضية إلى محاكم البداية ومحاكم الصلح على خلفية قضايا الاعتداءات، وما يزيد عن 50 قضية تم فيها إدانة المشتكى عليهم بأفعال جرمية وأحكام تقضي بالحبس عدة سنوات وغرامات مالية ضخمة ومصادرة عدد من الحفارات والآليات استخدمت في محاولات لحفر آبار. جورج برهم، رؤية. أهلا بكم من جديد.
قام وزير السياحة والآثار نايف الفايز ووزير البلديات المهندس وليد المصري بجولة في محافظة مأدبة بهدف الاطلاع على سير المشاريع التنموية فيها والوقوف على متطلبات البلديات والقطاع السياحي. ووقع الفايز على هامش زيارته مذكرة تفاهم مع مركز تطوير الأعمال لتنفيذ مشروع تدريبي في 9 مناطق مختلفة في المحافظة بهدف تنمية وتطوير المشاريع القائمة عبر رفع القدرات الريادية وبناء الشراكات المستدامة بين أصحاب المشاريع، بالإضافة إلى إدخال حرف يدوية جديدة وإخراجها من النمط التقليدي للمساهمة في عملية التطوير وزيادة القدرة التنافسية للمشاريع السياحية والحرفية. ويتضمن المشروع التدريبي محورين رئيسيين، يعنى الأول بالتدريب الفني على الحرف اليدوية والتقليدية الجديدة، بينما يركز المحور الثاني على ريادة الأعمال وإدارة المنشآت السياحية في المحافظة. هي جولة مشتركة بدأناها منذ فترة، انطلقت في الكرك واليوم في مأدبة، وسيكون لها هناك جولات أخرى في محافظات أخرى وبلديات أخرى لها أهمية سياحية، لنبني على الشراكة ما بين البلديات وبين السياحة. هناك توافق بأن مجموعة من المشاريع اللي بدأناها ونتابعها دون عمل مشترك ما بين السياحة والبلديات لن يكون تأتي ثمارها على أتم حال. اليوم في مشاريع مشتركة لإحداث تنمية محلية وإيجاد فرص عمل بالقطاع السياحي بالميزات التنافسية، بدنا تشبيك ما بين البلديات والقطاع الخاص ووزارة السياحة من أجل خلق تنمية في البلديات اللي ذكرتهم. اليوم اطلعنا على شوية مقترحات من رؤساء البلديات، نتأمل أنهم يتحولوا لمشاريع فعلية. أعرب السفير الإيطالي لدى الأردن جيوفاني براوزي عن تقدير حكومة بلاده للدور الأردني في استضافة اللاجئين السوريين ومد يد العون لهم في ظل المحنة التي تتعرض لها بلادهم. السفير الإيطالي وخلال زيارته المشاريع التي تمولها الحكومة الإيطالية لدعم الخدمات في لواء الوسطية وبلديتها، أكد أنه لمس على أرض الواقع التزاما بالمشاريع المقدمة إلى عدد من البلديات في المجالات الخدمية. وأكد براوزي أن سفارة بلاده في عمان تقدر وتعي الأعباء التي أثقلت كاهل البلديات في المناطق التي استضافت اللاجئين السوريين، حيث سعت إيطاليا للمساهمة في التخفيف من عبء البلديات عبر تقديم المساعدة لتحسين البنى التحتية، وبما ينعكس إيجابا على خدمات البلديات المقدمة للمواطنين. كان الزيارة ناجحة ويعني أعجب بما أنجز من مشاريع في المدارس، وكما تلاحظ احنا في احدى المدارس التي تستضيف عدد كبير من الاخوة السوريين، يعني هذه المدرسة اللي احنا فيها في 420 طالب سوري، فهذه المنحة خففت الضغط على المرافق في المدرسة من خلال صيانة الصفوف والأرصفة ودرب زينات والساحات تم تعبيدها. سمحت مديرية زراعة إربد بفتح معاصر الزيتون لهذا العام اعتبارا من بداية هذا الشهر، خلافا للأعوام السابقة حيث كانت تفتح أبوابها في 15 من تشرين الأول. مدير مديرية زراعة إربد نصح المزارعين بعدم عصر الزيتون إلا بعد وصول الثمرة إلى مرحلة النضج، وذلك عبر ظهور علامات النضج على الثمار التي تختلف من صنف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. وتنتشر في محافظة إربد معاصر الزيتون التي تقدر ب 52 معصرة فيها 104 خطوط إنتاج للزيت، حيث تعتبر محافظة إربد من أفضل محافظات المملكة في إنتاج زيت الزيتون، كون شجرة الزيتون لا تعتمد على الري بل على مياه الأمطار. ننصح المزارعين، وبالرغم من أن وزارة الزراعة سمحت بفتح أبواب المعاصر اعتبارا من 11 لظروف جوية في بعض المناطق الغورية ولوجود بعض المزارع تقوم بقطف ثمار مبكر لغايات التخليل، فيزيد نسبة من هذه الثمار الغير صالحة للتخليل تحول إلى زيت، لهذا السبب تفتح المعاصر من 11. أما أن الموعد المناسب لقطف الثمار فهو ليس قبل نهاية شهر 10 وبداية شهر 11،
الإنتاج للحصول على أكبر كمية من إنتاج زيت الزيتون. فنحن ننصح المزارع بعدم قطف الثمار إلا حين وصول ثمار الزيتون إلى درجة علامات النضج لهذه، وتختلف علامات النضج من صنف إلى آخر ومن مكان إلى آخر ومن تربة إلى أخرى. نظرا لكون مستشفى المفرق الحكومي الوحيد الذي يخدم المحافظة، زاد العبء والضغط على الكادر الطبي فيه، وهو الأمر الذي استدعى الاستعانة بأطباء الاختصاص، وفقا لما أكده مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور سمير المشاكبي. وجاء هذا التصريح ردا على شكاوى من بعض المواطنين بوجود ازدحامات غير مسبوقة وعدم توفر الأطباء في المستشفى. وأشار الدكتور المشاكبي إلى أن الإحصائية المسجلة لدى المستشفى للمراجعين طيلة أيام عيد الأضحى المبارك هي دليل واضح على حجم الضغط غير المسبوق الذي يواجهه المستشفى، حيث بلغ عدد المراجعين 1639 مراجعا. راجع مستشفى المفرق الحكومي خلال العطلة عيد الأضحى 5 أيام، راجع 1639 مراجع بين أردني والإخوان اللاجئين السوريين. تم إدخال 50 حالة منهم إلى الأقسام المختلفة، 50 مريض أردني و11 مريض سوري. كانت أزمة كبيرة على مستشفى المفرق الحكومي خلال الفترة هاي، لأنها فترة عيد وإجازة طويلة. الأخوة السوريين شكلوا عبء نوعا ما على الخدمات الصحية في محافظة المفرق، وخاصة في مستشفى المفرق الحكومي، إلا أنه احنا نقوم باستقبال جميع الحالات من الأخوة اللاجئين السوريين من المخيم ومن المدن والقرى اللي يقطنوها في محافظة المفرق. عقدت جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي لقاء مع الداعمين الإعلاميين بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يحتفل به عالميا في 5 من تشرين الأول من كل عام. وأطلقت الجمعية حملة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان التميز بعيوننا، متيحة الفرصة لجميع الراغبين بالمشاركة بصور تحمل معاني التميز في التعليم في الأردن. وعبرت المدير التنفيذي لجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي لبنى طوقان عن رغبتها في مشاركة جميع شرائح المجتمع الأردني بهذه الحملة، مبينة أنها فرصة للتعرف على معاني التميز العديدة. المعلم كل يوم له يوم، لأنه هو المعلم، هو بان الأجيال، هو الذي هو صمام أمان هذه الأمة، هو الذي يربي الأجيال، هو الذي يصنع الطبيب، يصنع المهندس، يصنع كل شيء في هذا الوطن الجميل. أول وأهم غاية لجمعية الجائزة هي تعزيز مكانة المعلم في المجتمع. اليوم بصادف اليوم العالمي للمعلم، عم نحتفل في الأردن مع العالم تكريما للمعلمين اللي حاملين رسالة النبيلة. وهو كمان يوم بالنسبة لنا مهم، لأنه هو يوم إطلاق جمعية جائزة الملكة رانيا من قبل جلالة الملك عبد الله وجلالة الملكة رانيا في 5/10/2005، فكمان هاي الذكرى العاشرة لإطلاق جمعية الجائزة. الفوز ببالجائزة بيكون بناء على 9 معايير تتطرق إليك كإنسان وكمعلم وكشخص له علاقات بالمجتمع المحلي، كإنسان بتعامل مع طلابه بتدريس وبأنشطة وغيره، فلازم تكون أنجزت بال9 معايير حتى تصل لمرحلة الجائزة. أطلقت مؤسسة الأراضي المقدسة للصم والصم المكفوفين اليوم قاموس لغة الإشارة العربية الأردنية بلغات الإشارة واللغة العربية والإنجليزية. جاء ذلك تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، الذي أكد في كلمته خلال حفل إطلاق القاموس اعتراف كافة مؤسسات المجتمع بأحقية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على التعليم الجيد والنوعي الذي يمكنهم من استغلال قدراتهم كأفراد أهلنا ومنتجينا في مختلف المجالات. كما أشار سموه إلى سعي المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين إلى تطوير لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية للصم من خلال الورش التدريبية على لغة الإشارة التي تتم بالشراكة مع عدة مؤسسات محلية وعالمية ذات الاختصاص. الكتاب هذا بيستعملوه أكثر ناس هم طلاب الجامعات والصفوف الثانوية العليا. الآن بدأنا بتحضير كتاب آخر يحتوي تقريبا 10,000 كلمة
لأنه كل ما تقدمت الثقافة عند الطلاب الصم كل ما كانوا بحاجة أكثر إلى مفردات ومصطلحات يستعملوها، وأيضا يفهموا على المصطلحات والكلمات التي يطلقها الدكاترة والمدرسين في الجامعات. أعلن مجلس جوائز نوبل اليوم فوز 3 أطباء بجائزة نوبل للطب لهذا العام 2015، وهم الطبيب الأيرلندي ويليام سي كامبل، والطبيب الياباني ساتوشي أومورا، والطبيبة الصينية يويو تو، وذلك عن منجزاتهم في مجال الأمراض الطفيلية. ومجلس نوبل بمعهد كارولاينسكا في السويد أوضح أن جائزة نوبل للطب هي أولى جوائز نوبل التي تعلن هذا العام. وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن هؤلاء الأطباء قاموا بتطوير علاجات أحدثت ثورة في علاج عدد من أكثر الأمراض الطفيلية قسوة، وهو الأمر الذي يعتبر منجزا طبيا هاما في العصر الحالي.